فاركو والزمالك النهارده ومره اخرى مره ثالثه النهارده اقولها ابدا بالكسبان فاركو النهارده عمل مباراه محترمه جدا فاز على الزمالك 3-0 لو كلمنا على فرق الامكانيات والتاريخ و وا و وا و فالزمالك اكيد افضل كل انك تكسب الزمالك 3-0 ده انجاز عظيم جدا زي كابتن طارق العشري قدر يحقق الفوز الكبير آه خلينا نقول ان ال... يعني انت قلت جمله جد... جميله جدا الكسبان لازم ياخد حقه صحيح طارق العشري ما جاش على الفريق عنده رفاهيه مم. بالعكس فاركو كان بيعاني قبل طارق العشري لو شلنا الست نقط اللي خدهم طارق العشري في مباراتين المصري ومباراه الزمالك هتلاقي ان وضع فاركو في الجدول ما كانش جاي الزمالك فاركو المباريات اللي فاتت كلها كان واخد ست نقط اه يعني أوه. لا بالتالي كان واخد اكتر مش عارف الحسبه لا لا أيوه. ستة وستة أوه. ستة وستة طب ده كده يبقى انجاز عظيم هو كسب ماتشين أوه. غير تعادلات اه لا كان بس مجمع هو كسب ماتشين زي اللي أوه. كسبهم قبل كده اه لا كان مجمع نقط أوه. بس القصد هنا التاثير كبير جدا لطريق العشري صحيح لو نبص بقى رقميا عشان ما نضيعش وقت المتابعين معانا فرقه كان اكثر فريق ثالث اكثر فريق يكسر يخسر الكرات في منتصف ملعبه هم. فتره الكابتن ايهاب جلال نقل كتير في منتصف ملعبك بتؤدي لمشاكل كبيرة جدا وخصوصا ان العناصر اللي هو الحارس شيكا على عناصر الدفاع رامي صبري على العناصر اللي معاه حتى مودي المميز بس ساعات كتير بتطول منه السكورة شوية لان هو لعيب كورة فبيزودها شوية كان بيخسر كرات في نص ملعبه يمكن نفتكر دلوقتي اول جون تلقته فاركو في الدوري كان من البنك الاهلي الكرة شيكا كان بيحاول الكرة في رجله اتخطفت جات جون وفي اهداف كتير جدا صح. طلقت فاركو بنفس الطريقه صح. حتى في مباراه الزمالك في غلطه حصلت تعال نشوفها يلا. من اخطر فرص الزمالك لما رامي صبري بينقل الكرة غلط راحت لزيزو عمل منها هجمه خطر جدا اللي هي اخطر كره للزمالك في اللقاء كانت نتيجه خساره فاركو للكرة في هل. منتصف ملعبه يعني هنا الكرة هي مع فاركو هتتنقل لنص ملعبه إيه الامامي اما بيخسر الكرة هيحاول هنا بص هنا لحظة عادية جدا من البناء السهل يعني م. هي ممكن هي جاية معانا بدري شوية هنا بص هنا رامي صبري هيحاول يمرر رغم ان مفيش ضغط كبير يعني ضغط الزمالك مش شرس خلي بالك بس رامي صبري غلط في تمريرة ارتدت بأخطر فرص الزمالك في المباراة اللي هو سيف حطها وبعد كده رامي كملها في الآيم المشكلة دي خلينا نقف بس ثواني المشكله دي كانت مشكله متكرره جدا في فاركو لحظه واحده يا جماعه اه يعني خلينا نبص الصوره الاول هنروح له يا ريت تكون جاهزه معانا للتمريرات الخلفيه اللي كانت بتمارسها فاركو في مباراة زي مثلا مباراة امبي اللي هي اخر مباراة لكابتن ايهاب جلال شبكة التمريرات مش لقطة هي صورة لعدد التمريرات اكتر من خمس تمريرات ما بين لاعبي فاركو هتلاقي تمريرات كثيرة جدا بين آه لا دي دي من مباراه الزمالك، ده هنا من اول الزمالك، لو خلينا نبص على الزمالك عشان نبص، بص كده التمريرات اللي في نص ملعبه اكتر من خمس تمريرات، مفيش لاعب في الخط الخلفي مرة لزميله اكتر من خمس تمريرات. لا احنا بنتكلم على التمريرات الخمسه دايما في الثلث الاخير، مم بص لي بقى في اخر في مباراه انبي اللي هي كانت اخر لقاء للكابتن ايهاب جلال، بص الشبكه كانت عامله ازاي يا كريم؟ دي شبكه يعني بين الاثنين مساكين في 25 تمرير رايحه جايه. 25 تمريره رايحه جايه بين الاتنين مساكين 11 و14 آه. وعدد كبير جدا من التمريرات بتتم في النص ده كانت في اخطاء كبيره لان الكواليتي مش عالي صح فرقه من ماتش المصري لو الناس تتفرج على الجونين هتلاقي كره طويله وكره تانية. صح. النهارده من اول لحظه في المباراه بيلعب كره طويله وبيلعب على الكره بالمناسبة التانية بالمناسبه كابتن طارق العاش طوال تاريخه بيعمل كده وهو ناجح آه. لان دي الكواليتي اللي موجوده صح. في الانديه اللي دربها كابتن طارق العاش صح. صح. يعني انت عشان المنتخب يلعب كوره ويبني من الخلف بيروح يدور على المدافعين تروح تدور على محمد عبد المنعم تروح تطور في حجاز تروح تدور في الونش ولسه ما حدش عارف يعملها بشكل كويس قوي يعني خلي بالك يعني صح. على مستوى منتخب مصر فالقماشه اللي كانت متاحه لكابتن طارق العاش في الانديه مش قماشه لعيبه هتبني من الخلف وحاجات زي كده كملوا لنا ف... اللقطات يا جماعه هات بقى آه،, اه دي هنا اللي زي ما قلنا خلصناها دي هات دي. بقى اللقطاتنا اللقطات بقى فاركو كان بيعمل ايه النهارده آه. كره طويله وكره ثانيه كان بيعملها في ماتش المصري الناس اللي هتتفرج على ماتش المصري هتلاقي كده وبيحاول يعمل ضغط عكسي دي الحاجتين اللي بيجيد آه. انا عايز اخد الكرة في نص ملعب الخصم بص هنا ده الجون الثاني جه من كره طويله اشترك خد الكره الثانيه سدد سجلت هدف آه ال... اكتر والجون الاولاني جه من الضغط العكسي انا هاخد الكرة من نص ملعبك الحاجات اللي كانت بتخسر فاركو هنا بص الكرة الطويله في خطا طبعا من دونجا انه راح يعمل ضغط تاني مع سيسي رغم انه المفروض كان يلتزم بمكانه وخطا من عواد بس في تميز لعمرو جمال طب. هنا هنا بقى بص الضغط العكسي اول ما لعيب فاركو بيخسر الكرة وقف هو خسر الكوره شكرا نجيب مكمل ما بيوقفش آه. في اوقات كتيره انت كمهاجم بتخسر الكره بتقف آه. وبترجع لا هو آه. بيعمل الضغط العكسي لو الناس اتفرجت على ماتش المصري هتلاقي الحاجتين دول موجودين الست نقاط ما جوش اعتباطا جم من حاجتين طبقهم الكابتن طارق العشري بنجاح جدا مم. لعب كره طويله ولعب على الكره الثانيه بشكل جيد ولعب على ان ناخد الكره في ملعب الخصم اللي كان بيعاني منه فاركو حوله لميزه والنقطه الاخيره بقى لا مش محتاج ان احنا نشرحها بالحالات دفاع منظم جدا بخطوط الملعب فاركو بيلعب في 20 30 يارده ومقفل الملعب على الزمالك بكل خطوطه ودي اعتقد يعني ايه طارق العشري مميز فيها ومش محتاجين نشرحها بالحالات لانها كانت مميزه جدا وده اعتقد النهارده سر تفوق فاركو ولمسه طارق العشري السريعه جدا السريعه جدا على الفرق اللي هو بتبقى شبه اللي بيدربها في فرقه يعني هو طارق العشري دايما كان بينجح مع طلائع الجيش الفرق المتوسطه في الجدول اللي ما طموح تنافس بس في نفس الوقت يقدر يحطهم في مكان جيد جدا في الجدول وده يحسب لطارق العشري